مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير مشاهدين قناه اخبار الفجر المغربيه. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد في برنامج في رحاب فنان من قلب مدينه العرائش، وبالضبط من التحفه المعماريه الفنيه المعهد الموسيقي. هذه المره اللقاء مختلف على باقي اللقاءات. هذه المره اللقاء ما فيهش حزن، هذه المره اللقاء كله بهجه وسرور بوجود ضيفه من المجال الفني. ضيفتنا اللي مليئه بالبساطة والعفوية والضحكة الجميلة، ضيفتنا اليوم هي الفنانة نجاة غريب. مرحبا بك الفنانة ديالنا نجاة غريب، على سلامتك ومرحبا في مدينة العرائش. الله يسلمك والله يكبر بكم. قبل كل شيء كنشكر قناة أخبار الفجر المغربية على هذه الاستضافة الرائعة بمكان وفي هذه التحفة الفنية كما قلتي سابقا. تحفة صراحة رائعة يعني فخر لمدينة العرائش، وشكرا لمدينة العرائش التي أحبها. من هي نجاة غريب؟ تقدري تعرفينا وتعرفي المشاهدين وتقربيهم منك أكثر؟ نجاة غريب فنانة مغربية تتعشق الفن، وكأي فنان في مساره الفني كيبدأ من بدايته من الطفولة إلى يعني كما كان في المناسبات المدرسية وفي الإعدادية في الثانوي ثم الجامعي. هنا كتبدا تبرز أكثر هذيك الموهبة ديالو وتبدا يبرزها وتبدا تنضج. وكانت في المسار ديالي عدة مسابقات، شاركت في عدة مسابقات، درت مجموعة ديال المشاركات الفنية. يعني مسار نقدر نقول لك لا بأس به، وفي نفس الوقت أقول دائما من ناحية نظري متواضع، لأنني ما كنكونش يعني كنبغي دائما العمل ديالي يكون عنده واحد الوقع، وفي نفس الوقت غادا بخطى ثابتة. وقتاش كتشوفي البدايات ديالك؟ وقتاش كانت الانطلاقة ديالك؟ انطلاقتي كانت تقريبا بشكل فعلي هي فاش كنت في الجامعة، كان مسابقة الأغنية الجامعية، كانت هذيك البداية. كنت عملت أغنية ديال قصيدة بلا عنوان، كلمة ولحنا وأداء، وتوزيع للأستاذ عبد الإله الزنوحي. وكان هذيك التظاهرة ما كتبش أنها تكتمل، ولكن كانت بدايتي كأنني أنا سأغني وأنا مطربة وبغيت نقدم نفسي للجمهور. وتما بدات هذيك الطفرة الفنية باش ظهرت، وبقى هذاك المسار إلى حد الآن. بغيت تسمينا شي مختار من الأغنية ديال قصيدة بلا عنوان؟ يا أكيد على راسي وعيني. بأصابعهم يشيرون إلي، يتساءلون من تكون تلك المرأة، من تكون الصامتة هناك، الغامضة هناك، حائرون يتغمسون. ما شاء الله عليك. ربي يحفظك. شكرا جدا. ما شاء الله الفنانة ديالنا نجات، شفت عدة أعمال ديالك واللي عجبوني، وإن شاء الله أكيد غادي يكونوا عجبوا الجمهور، وحتى الجمهور اللي ما كيعرفوكش وغيتعرف عليك أكيد أنهم غادي ينالوا الإعجاب ديالو إن شاء الله. بين هذوك الأعمال كانت واحد الأغنية ديال قربني منك، كان واحد الفيديو كليب اللي جميل في البحر وكنتي كتصرف العفوية وعلى الله يكبر فيك. عرفنا بالعمل. أكيد هي بصراحة الفنان ما كيعشق ويحب العمل ديالو أكيد كيبدع فيه. العمل أول حاجة عنده حكاية، هو أن في أيام الحجر كان أستاذ رضوان الإبراهيمي وهو مخرج مسرحي وفنان ممثل رائع اتصل بي واقترحني لهذا العمل. وكانت هذه الملحمة المحمدية فيها 34 مشارك في الوطن العربي بست دول، وكنا احنا كمغاربة تقريبا 4 فنانين أو 5. وكان واحد المشاركة اللي هي كانت مميزة فذة بصراحة. وفي هذيك الظروف كان توفى لي الوليد الله يرحمه، وكنت في واحد الظروف نفسية شوية، لأن كل واحد راه تعرف هذا الموقف كيفاش كيكون في الإنسان.
الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل الأستاذ رضوان إبراهيمي شجعني واحد التشجيع اللي هو دعمني إنسانيا وفنيا. لأن شحال من مرة كنت نتصل بيه ونقول له سأنسحب سأنسحب وما كانش كان بصراحة شدني بسنانه تقول لي انت فنانه وخصك تبرزي موهبتك وحتى الناس ديال الناس اللي في استاذ طارق حسن تنشكره في هذا المنبر حتى هو كنعشق صوتي بزاف وكان كنت ارسلت ليه واحد المقطع باش يتعرف على صوتي وحبوه بزاف وهو فاش شجعوا وعطوني المقطع الاول وثم المقطع الثاني. من هذه المشاركه هذه تولدت يعني تعرف علي استاذ ثروت بكري شاعر غنائي وكذلك احمد العجمي استاذ سوا ملحن وموزع واقترحوا علي هذا العمل من بعد ما تسالي الملحمه المحمديه الشريفه وتولدت ولد هذا المولود الفني قربني منك وكذلك كان واخا خدا واحد الوقت ولكن كذلك استاذ ثروت شجعني بزاف وشد بيدي والحمد لله خرجت بهاد الحله تسجلت وسجلتها في مولاي بوسلهام لان كنعشق هذاك داك البحر الرائع ديالها وكانت استاذ اسامه انتاج مرايا هو اللي كان صورها وكانت كذلك بتلك العفويه بصراحه كل شيء كان عفوي كل شيء كان عفوي نعم حتى العمل ديال الملحمه محمد يعني خلات واحد البصمه لدرجه ان الناس خارج الوطن تعرفوا عليكم صحيح العمل ديالكم اكيد ما غاديش نخليك تمشي اليوم حتى تسمع لنا المقطع من العمل ديالك ديال الملحمه لك كل البهاء منك كل الضياء في عيني مطرح ما بتخطيه ملايكة مين حواليك مين يا نبي قدك عزم السماء في يدك وربنا في علاك سبحانك سبحانك صلى عليك ما شاء الله ما شاء الله صوت جميل وقوي ربي يكبر بيك وحفظك الله من ذوقك عزيزتي وانت يا كتغني كنشوف واحد اللمعه في عيني ديك البراءه وانت كتهضري وانت كتضحكي كنشوف واحد العفويه كنشوف فيك طفله صغيره تبارك الله عليك لان القليل اللي كيكون ديك يكون قريب ليا وما تلمسوا هذا الجانب الطفولي فيا بالنسبة للبريق هو من الصدق ومن الحب للشيء كتكون والله ربي يحفظك والله من روحك الطيبة وكذلك هادشي ماشي بعيد لأنني عندي واحد العشق خاص لعالم الطفل والطفل عنده واحد ارتباط دائما نقولها للناس اللي قرب ليا واللي أنني تسكنوني الطفلة ودائما تنقول لهم راه يجي واحد النهار غادي نقدر نشرف ولكن هذاك اللي ساكناني راه هي ديك الطفله اللي ساكناني يعني الا شفتوا شي سلوك مني طفولي راه ماشي لخاطري هذا اللي كاين وربما لا حتى غادرتني هذه الطفله ربما ساشيخ تسمينا شي انشوده اللي غادي تفكرنا في الطفوله وبايام الصغر ديالنا نرجعوا للزمن الجميل واحد شويه يا كنمشي نقلب هذيك الخبيه 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 لقيتها شكرا. في سماء بيتنا رفرفة فراشة قدمت عندنا تحمل البشاشة لونها أصفر مثل لون الذهب ولها منظر للعيون عجب ما شاء الله عليك شكرا عزيزتي ما شاء الله اكيد الفنانه ديالنا نجات غريب غادي تكوني شاركتي في عده مسابقات وفي مهرجانات وفي حفلات عندك شي تجربه في هذا المجال هذا وفي
أكيد أكيد، الحمد لله كانت مسابقات في الجانب يعني في الساحة الوطنية وكذلك الساحة العربية. عندي بعض يعني مشاركات يعني متواضعة نقدر نقولها، وكذلك في المهرجانات المغربية، كانت مهرجان الموسيقى والشباب بمدينة الرباط، كذلك مهرجان الأغنية المغربية بمدينة كذلك الرباط، ولكن كانت في ذاك الوقت في مدينة سلا، وكذلك مهرجان تظاهرة ألوان مدينة الجديدة سلا الجديدة كذلك. يعني كاين ما شاء الله مشاركات فنية الحمد لله، بصمنا بصمة ديالنا الحمد لله. ما أنك كتعشقين مدينة العرائش وكتحماق عليها وهذا الشيء باين واضح عليك، ما كان عندك شي عمل في هذه المدينة وقدمتي لهم الفن ديالك؟ صحيح، برافو عليك، فكرتيني لأنني تبارك الله تبارك الله، واحد المسار تيكون كثير فيه بزاف مشاركات، ما يمكنش تجي تحطي كل شيء سي في ديالك كله تحطيه في مرة واحدة. كانت عندي مشاركة هنايا في مهرجان كان اسمه شعبانة، كان نظموا سوق ممتاز هنا بمدينة العرائش ورفقة الفنان حاتم إدار، وكان عند واحد تبارك الله إشعاع إعلامي وجمهوري جميل جدا، وكان واحد تفاعل جميل مع الناس ديال العرائش. دابا تحدثنا على بعض الأعمال ديالك والأغاني ديالك، نعم، شنو الجديد؟ كاين شي جديد؟ أكيد أكيد الله عليك، هذا هو الفنان الصحفي الناجح هو اللي كيبحث وكي تقلب على الجديد. أكيد هناك الجديد، الحمد لله كاين جديد فني اللي هو أغنية شكون تايا من كلماتي ولحني، توزيع أستاذ زكريا زيان، وكذلك عمل ديو مع الأستاذ والفنان الكبير فؤاد صدوق اللي عملت معاه عدة أغاني ديو، منها وريني حبيبي، الصحراء ديالي، وصباح الخير اللي غتكون عندها واحد البصمة هنا مدينة العرائش إن شاء الله، وكذلك الأستاذ والصاحب اللحن رشيد الكسراوي اللي ما نقدرش ننساه أبدا، صديقي وعزيزي. كذلك الأعمال الأخرى فيها كذلك كاتب كلمات بن عيسى محيقن، زواج الفشوش تفكرتها تيا أغنية جميلة تيا تحبوها الناس، وإن شاء الله كنتمنى إن شاء الله بصراحة الأعمال كلها تلقى النور وتلقى واحد استحسان من طرف الجمهور إن شاء الله. هذوما الأعمال ديالك لسنة 2021؟ مازال الخير، مازال الخير ان شاء الله. كاين الجديد انا والاستاذ والفنان فؤاد صدوق، كاين الجديد ان شاء الله وبرفقه الاستاذ رشيد الكسراوي، وحصريا غادي نغني لك واحد المقطع من اغنيه شكون تايا اللي عاد غتصور ان شاء الله. مرحبا. شكرا. قلبي كيخبرني غادي نعيش حكايه، قلبي كيخبرني غادي نعيش حكاية، حكاية حب معاك انتايا، حكاية عشق ملها نهاية، شكون انتايا، شكون قولي شكون انتايا، مي كوراسون كيف بيريونا هيستوريا دي أمار. الفنانة ديالنا نجات غريب، أكيد عندك سر وراء تواجد ديالك في مدينة العرائش وبالضبط من المعهد الموسيقي؟ أكيد سر، وغي كتقلب عادي مع الحصري. تواجدي بمدينة العرائش الرائعة والجميلة عندها مناسبة مشاركة فنية إن شاء الله وعمل فني، غنشارك إن شاء الله الأستاذ العزيز أخي فؤاد صدوق في العمل الجديد ديالنا صباح الخير، اللي حبيته من كل قلبي وحبيناه بجوجنا لأنه عنده واحد لمسة فنية جميلة وجديد في المجال الفني، ونخلي الجمهور إن شاء الله نخلي
المفاجأة الجمهور إن شاء الله من نكمل العمل. كنتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب دياله إن شاء الله يا ربي. نفهم الهدف ديالك أنك ناوية تصوري شي حاجة في أكيد هاد المدينة اللي كتحمى صحيح، لأن المعهد الموسيقي هو تحفة معمارية رائعة، عنده تاريخ كبير، وفي نفس الوقت كيلامس الخيال والمخيال ديال المخرج وروح الأغنية. وحنا بغينا نرجعوا ديما للعمق التاريخ ديالنا المتجذر بالأصالة، وهذا الشيء هو اللي شجعني أكثر باش إن شاء الله نديروا بهذه البصمة. وما كبقيناش ما لقيناش محسن مدينة العرائش اللي هي تبارك الله عندها هذا الزخم التاريخي. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق إن شاء الله. آمين. التوفيق في المسيرة الفنية ديالك، وإن شاء الله نشوفك في أعمال جديدة. الله يكبر بيك ولكم أيضا، وكنجدد شكري واعتزازي ومحبتي لكم وكذلك لقناة أخبار الفجر المغربية اللي ديما كتبحث على الجديد وديما كتفتح قلبها وبابها أمام المواهب وأمام الفنانين وفي كل مجالات ما شاء الله، ونتمنى لها مسيرة موفقة إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء ومشاهدين قناه اخبار الفجر المغربيه. حنا كنتواجدوا دابا معها في كواليس ديال العمل ديالها، الكليب فيديو ديال الجديد، الاغنيه ديالها صباح الخير. صباح الخير. اكيد كما قلت لك سابقا اختي ماجده ان هذا هو العمل الجديد ان شاء الله اللي غادي نديروه بعنوان صباح الخير، وما يتكلم عليه افضل مني الى الاستاذ فؤاد صدق. تفضل. مرحبا. اولا السلام عليكم. بالنسبه للقطعه ديال صباح الخير فهو عمل كيجمعني مع اخت نجاة غريب، كاتب الاستاذ بن عيسى محيقن، الحان رشيد كسراوي، وتوزيع زكريا زيان. العمل تقريبا يلاه تسجلناه هذه تقريبا واحد الشهر، وكنتمنى ان شاء الله انه يلقى اعجاب يعني بالنسبة للجمهور بالنسبة للمتلقي، وإن شاء الله اليوم إلا كسب غادي نصوره، نتمناو يكون في أفضل حلة إن شاء الله. إن شاء الله. وبالنسبة واحد الرسالة ديال هاد الأغنية هذه، رسالة إلى كل بيت مغربي الأصيل اللي كانت تفقد هذه المسألة ديال الصباح الخير، الصباح اللي ما بقاش هذيك الحميمية في الأسرة المغربية اللي كنبداو هديما بالصباح الخير سيدي لالا، كانت واحد اللحمة. احنا كندعو هاد الناس وكنتمناو نرجعوا لهاد الحميمية وهاد الروح الأصالة ديال المغاربة وروح الأخلاق. أكيد العمل فيه أصالة، هادشي باين من الزيت التقليدي ديالكم ومن الحضور ديالكم، أنه حتى المكان اللي كتصوروا فيه مكان تقليدي و100% أكيد هادشي كيوضح على أن العمل ديالكم فيه أصالة مغربية. صحيح. والأخ فؤاد بصراحة كان كل مرة يقول لي ما بغيناش نسرعوا، لأننا سهل أننا نديروا أي فيديو كليب نقدروا نزربوا عليه ونخدموه ونقدموه للجمهور، ولكن الجمهور ذواق. وقال لي هذه الأغنية جميلة خصنا نعطيها حقها، راه تكلم معايا وهذا هو اللي خلى التأخر ياك أخي. أكيد، لأن باش تصور قطعة يعني وتحط لها سيناريو باش أنها يشوفها الناس، وخصوصا الفكرة كما قلتي هي صباح الخير اللي تفقدات يعني عند بزاف ديال الأسر. كنتمنى أن الرسالة توصل من خلال هذا الكلام ديال القطعة الغنائية صباح الخير. وعلاقة ما بين الزوج والزوجة، الزوج والزوجة أكيد هذا الشيء اللي كنتكلم عليه، وتلك المودة والرحمة ما بين الزوجين. بالتوفيق إن شاء الله، وأكيد إحنا ما غاديش نمشيو من هنا حتى نسمعوا مقطع من العمل ديالكم. صباح الخير يا لالا عمارة الدار، صباح الخير يا عيني شرقت الانوار، صباح الخير يا سيدي الود والزهر، صباح الخير يا زماني الحليب والتمر، صباح الخير صباح الخير. مشاهدينا الاعزاء ومشاهدين قناه اخبار الفجر المغربيه، اليوم كنتم معنا في برنامج في رحاب فنان مع الفنانه الجميله الشابه ديالنا فنانه نجاة غريب اللي تعرفنا عليها وتعرفنا على المسار الفني ديالها. كنوعدكم ان شاء الله بالجديد وكل مره مع فنان جديد. الى اللقاء.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.